مرحبا يا حلوين، كيفكم؟ واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. معكم اسلام من قناة الوان يوتيوب. بفيديو اليوم رح نتكلم عن يوتيوبر عراقي كتير طموح ومشهور. بس قبل ما نبلش حطوا لايك للفيديو واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس. يوميات واحد عراقي هي قناة لشاب عراقي من الكاظمية ببغداد من عشيرة الطائي، وديانته مسلم شيعي، عمره 24 سنة، من مواليد 1996، وبرجه هو الحوت، واسمه الحقيقي هو علي شاكر مهدي، وبلقب حاله بملك اليوتيوب العراقي، وكمان الكل بلقبه بأبو البلاوي. وهو ممثل ومخرج وشاعر ومؤلف كمان، درس في معهد الفنون وتخصص في التمثيل، بس اشتهر في قناته بمجال الانتقاد، يعني انتقاد الناس والعادات والتصرفات والحياة اللي بشوفها. علي شاكر حاول انه يكمل دراسته وسافر لتركيا مشان هالشي، بس رجع من تركيا للعراق بدون الشهادة لأسباب خاصة ما حب يحكي عنها للمتابعين. عيلته رفضت عيلته بالبداية شغله على اليوتيوب وما أيدوا يفتح قناة، لكن بعد ما وصل لملايين المشاهدات والمتابعين دعموا من جديد وحاولوا يشجعوا إنه يكمل. وإله أخ واحد فقط ما بيظهر معه على القناة، وعلي سافر لعدة دول منها تركيا وسوريا والأردن، وبحب ماكدونالدز، وبفضل جميع الألعاب الإلكترونية، وهوايته المفضلة هي الإخراج والتمثيل. ومثل ما بنشوف بالقناة فهو ممثل شاطر، وشارك متابعينه كتير من الأفلام القصيرة اللي بتناقش فيها قضايا حساسة ومهمة في المجتمع، ودايما بتطرح مواضيع مفيدة. عن قناة يوميات واحد عراقي، علي بلش القناة بإمكانيات بسيطة جدا، وكان بنزل مقاطع بجودة متوسطة، وبعدها بلش يشارك متابعينه بمقاطع مضحكة، ولقى دعم وإقبال كبير على القناة. قناته ترفيهية من الدرجة الأولى، وبيشارك فيها كل ما يخص المجتمع العراقي بطريقة كوميدية. القناة حاليا فيها أكثر من 7 مليون مشترك، وشارك فيها مع المتابعين أكثر من 250 فيديو، ووصل عدد المشاهدات فيها أكثر من 730 مليون مشاهدة. وبلش مسيرته بعالم اليوتيوب بتاريخ 26/2/2014، يعني من وقت كتير كبير. عن قناة علي شاكر الثانية، علي له قناة ثانية على يوتيوب اسمها ألعاب يوميات واحد عراقي جيمري، وافتتح القناة بتاريخ 1/6/2012، وحققت القناة أكثر من 79 مليون مشاهدة وأكثر من 1.5 مليون مشترك. وحساب علي على الانستغرام اسمه فاست وولف عرب، وبيتابعوا عليه 1 مليون متابع. وبالآخر بحب أحكي لكم إنه علي واحد من الأشخاص اللي بدت من الصفر في عالم اليوتيوب، واليوم وصلت وحققت أحلامها وصار عنده 7 مليون مشترك بتابعوه حول العالم. وفي نهاية الفيديو ما تنسونا من اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وكمان ما تنسوا تتابعوني على الانستغرام، حطيت لكم الرابط بصندوق الوصف وبأول تعليق. ومع السلامة، بشوفكم بالفيديو الجاي.